طيب احنا في هذه الحلقة اخ مكرم راح نستكمل حديثنا عن الاكتشافات. طبعا احنا بعدنا في العهد القديم، بنعمة الرب راح يكون لنا حلقات اخرى عن الاكتشافات والحفريات والنقوش من العهد الجديد. واذا ذاكرتي بتساعدني اخر يعني لوحة اللي تكلمت عنها هي جلمودة المونوليث، في اكتشفوها في منطقة الكرخ اللي هي اليوم كردستان، وبعتقد اللي وراها نقش تلدان. تفضل أخ مكرم. نعم، بمعونة الرب احنا منتابع في النقوش وأشياء حتى أجمل من النقوش راح نشوفها في هاي الحلقة. النقوش المختلفة اللي شفناها، وصلنا لنقش تل دان محفور على الحجر، وإن كان المشاهد بيطلع بشوف من اليمين الجملة اللي بدي أحكي عنها معلمة بالأبيض فاتح شوي. هو نقش وجد في تل دان في شمال الأراضي، شمالية الأراضي المقدسة اليوم، بالعربي بسموه تل القاضي، ويعود هذا النقش للقرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد. الشيء الجميل في هذا النقش أنه كان في لحد هاي الحفريات في نهاية القرن العشرين كان في تشكيك على وجود داود، وبالتالي بيت داود، ما يسمى يعني المملكة الموحدة وبعدين المملكة يهودا. لكن إن كان نتذكر في الكتاب المقدس مكتوب في العهد القديم عن عدة حروب كانت في ما بين مملكة إسرائيل ومملكة أرام سوريا اليوم في شمال إسرائيل، وفي الحفريات سنة 1993 في تل دان لقوا كمان نصب، وهذا نصب برضو نصب انتصاري. على الأغلب بيفكروا أنه هذا اللي كتبه هو ملك حزائيل ملك أرام، برضو مكتوب في الكتاب، والنقش مكتوب باللغة الآرامية القديمة بالخط الفينيقي. في الحلقة الأولى للي بحب يرجع احنا حكينا عن اللي شوي عن الخطوط، فأحيانا الخط يعني بيكون مختلف، ولكن بيكون يكتبوا بلغة معينة ولكن بخط تاني. فهون عندنا مكتوب باللغة الآرامية القديمة بالخط الفينيقي اللي كان دارج في شمال إسرائيل في منطقة لبنان اليوم. وهذا النقش بوصف كيف غلب أرام، يعني دولة أرام، مملكة أرام، مملكة سوريا، كيف هزموا ملك إسرائيل وبيت داود. فعمليا هو عم بيحكي عن انتصارات على مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل مع بعض، بمعنى أنه لما إحنا بنقول في مملكة إسرائيل وفي مملكة يهوذا، هاي في شهادة خارجية أخرى تاني بتحكي عن أنه كان في داود وكان في نسل لداود اللي بنسميه وبنعرفه بشكل كبير، ولكن هون من بالكتابة بكتابة غريبة من ناس يعني وثنيين بنسميه بيت دافيد. على فكرة بالعبري نفس الكلمة بيت دافيد، بيت داود، وملك إسرائيل ملك إسرائيل، عم بقولها بالعبري وبالعربي. وهذا بيضرب عصفورين بحجر واحد، انه في داوود وفي مملكتين من بعد داوود، احنا بنعرف من بعد سليمان هي، بس انه من بعد عهد داوود وعهد ابنه صارت مملكتين، المملكه اللي بتتسمى مملكه اسرائيل ومملكه الثانيه بيت داوود او مملكه يهود. يعني هاي الكتابات نفسها هي احنا بنسميها بومرانج، يعني بيضربوا نفسهم بنفسهم، اللي بيشككوا بتطلع على الكتابات والامور اللي بيكتشفوها، فبتلاقي لما العدو، وهي مهمه يتذكرها المشاهد، لما العدو بيكتب شهادته موثوقه
يعني إن كان أنا قعدت أمدح في شخص هو حبيبي، هذا مفهوم إنه أنا بدي أبالغ، أنا بدي أكذب، أنا بدي أدون طبعا يعني كإنسان طبيعي. ولكن إن كان عدوي قاعد يحكي عن شخص وهذا شخص عدوه، فهو أكيد رح يحكي الأشياء حقيقية. وهون مثال واضح لذكر ناس وشخصيات وبالتالي ممالك واضحة موجودة بلسان أرام. واللي بيعرف الكتاب المقدس بتاعه بيعرف إنه الحروب بين أرام وإسرائيل كانت كتير مستمرة ل يعني سنين هاي عددها. وفعلا يعني الكتاب المقدس بيتكلم بإسهاب عن هذا الموضوع أخ مكرم. يعني حتى نبوة إيليا لما طلب من أليشع امسح حزائيل ملك على أرام، والملك حزائيل كانت أداة تأديب لإسرائيل. وطبعا الرب أقام ياهو بن نمشي اللي كان برضو أداة قضاء على بيت أخاب، وبنفس الوقت قتل ملك يهوذا في هذه المعركة. وهذا إن دل على شيء يعني بتأكد صحة هذه الشهادات.